السلام عليكم الخوت وصباحكم مبروك. اليوم الخوت راه تنتواجدوا في سوق حد البروج بني مسكين اقليم سطات الخوت. فيديو جديد بتاريخ 26/6/2022 الخوت. عندي لكم افتتاح بهذه السلعه ديال الخوت تبارك الله الله يبارك. ولد العم كيداير بخير؟ بس عليك صحه مزيان. الثمن خويا المرضي شحال؟ كسيبه ياك المرضي. هيا الله يحفظك. 5 66 66 تبارك الله الله يبارك. 3300 درهم الخوت الله يبارك. 66 تبارك الله. سلعة مليحة، سلعة مليحة ود العم، راه تستاهل تستاهل أكثر. هيا داكشي اللي وصل معك السوق. هيا الله يحفظك خويا تبارك الله الله يبارك الخوت. 66 شحال من راسة ود العم؟ 15 تبارك الله. 15 راسة الخوت. الله يبارك تبارك الله. مشيو اتجاه اخر. الله يسر ود العم، الله يعاونكم الله يحفظكم امين. بارك الله اللهم بارك الخوت. 112 الف ريال، 5600 درهم تبارك الله. ومش عامل راسه ود العم شحال؟ ها؟ شحال من راس؟ ها؟ تبارك الله. لا كاين المليح تبارك الله الله يبارك. 112 الخوت 5600 درهم تبارك الله الله يبارك. 8 الحوالة ملاح تبارك الله. محمد راه عشاق الخوت ديما تيشري المليح. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. 112 الف ريال كما تسمعوا الخوت 5600 درهم. خو احمد صباح الخير الله يحفظك. لا كاين المليح. محمد راه تيشوف المليح تيطيح فوق الصور، هو على المليح تبارك الله الله يبارك. الله يعطيك الصحة والله الله يعطيك الصحة الله يحفظك. ها 112 تبارك الله يستاهل تا هو. ها 113 زادك 1000 ما عندي ما نسالو بعدا. 113 الخوت 113 5650 درهم. هذاك السيد عقب زادو 50 درهم اللي باع لي. الله يبارك تبارك الله. ود العم ربي حد شويه الله يرحم الوالدين. لا لا قرقاع الله يبارك تبارك الله تبارك الله. لا لا كاين المليح اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. 100 لا لا سلعه مليحه. الماركة في صالح ياك اسم ندور بنيش كدال. هيا الله يعطيكم الصحة. مرقد زين وسلعة مليحة الله يبارك. 113 5650 درهم ياك. الله يبارك تبارك الله والله يسر الأمور أخويا الله يحفظك خويا. تحياتي تبارك الله اللهم بارك الخوت. خويا أحمد شحال الثمن؟ غزواني بس عليك شحال خويا المسرة؟ 52 تبارك الله. 2600 درهم الخوت 52 اللهم بارك. هذه غلم بدريه الخوت تبارك الله الله يبارك. لا غلم فيها التقليبات تبارك الله ولما هذه مويان ديال الناس الدراوش تبارك الله الله يبارك. كل واحد يمشي على قد جهده. كاين اللي باغي يعيد ب 5000 درهم، كاين اللي باغي يعيد ب 2500 درهم. 2600 درهم الخوت 52 باش خداو هاد الناس الله يبارك تبارك الله تبارك الله. بدريه دابا العواشر الخوت تكون صعوبه باش نصوروا فيديو الخوت تكون ضيق دابا. لا كاين مليح والله يسر الامور. لا عم خو احمد لا فيهم تقليبه هي ديك تاهي نمشي نشوفوها ان شاء الله. نشوفوا ديك السلعه الاخرى الاخوان هادو ملاح تبارك الله. غزوان البيض البلدي هذا تبارك الله. شحال اخويا غزوان؟ 49 الله يبارك تبارك الله تبارك الله. 2450 درهم الله يبارك تبارك الله. 49 مليحة الخوت هذه الله يبارك. سيدي قاعد مليح غزواني قاعد قاعد لا تجي قاعد لا تجي. بشوية بشوية الدراري ياسين تساعدوا تساعدوا هاي تساعدوا. بنادم الصبر وصافي راه عواشر هذه تبارك الله. 2450 درهم. لا كاين المليح الله يبارك تبارك الله. وغلى مرطبة بدرية مليحة تبارك الله. ما كاين الحبوب لا والو ياك. الحبوب اللي واعر اغلى مليح الخوت. لكن لكن المليح الله يبارك. هذه راه حيده الجلده الله يبارك تبارك الله تبارك الله اللهم بارك.
شحال خويا عبد الكريم؟ تباعت خويا؟ تباعت ياك؟ تباعت الخوت هذه 72 3600 درهم. الله يبارك تبارك الله. شحال انا؟ المليح الخوت هذه بارك الله كلها فيها التقليب. سي احمد خويا بخير. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله 72 مشبعات 3600 درهم. الله يسر اخو عبد الكريم. شوف الاتجاه اخر الخوت. بارك الله الله يبارك الخوت. شحال خويا سعيد؟ مليحة المشرى هذا. المشرى علامة خويا. المشرى 66 الخوت 3300 درهم. بارك الله الله يبارك. شحال من راس هما؟ 8 8 الحوالة الخوت 66 المشرى. الله يبارك تبارك الله. زور لجي زور لجي. الله يبارك الخوت. كما تشوفوا الاخوان 66 المشرى باش شراو هاد الناس 3300 درهم. لا سمينه تبارك الله الله يبارك بارك الله الخوت. الله يدير الخير والله ييسر الامور. الله يسر اخو سعيد. شوف اتجاه اخر الخوت. تحياتي لكم الخوت. بارك الله الله يبارك. البيض البلد ديال الخوت كساب هذا ورا العيد ان شاء الله. 84 مللي. شحال ولد العم الثمن شحال؟ جايه ب 28 وجايه ب 30. جايه ب 28 وجايه ب 30. جايه ب 30 مصطفى. هي هذيك الله يبارك تبارك الله. جايه ب 28. هي هذه 28400 درهم الخوت هذا. تبارك الله. لا ما مشيتش. الله يحفظك المرضي. قاعد انا قاعد. صافي حيد حيد موسطى حيد. والبيض البلدي البيض البلدي الله ييسر الامور. لا لا كاين مليح الله يعطيك الصحة. هاي تهلا والدواء الله يعطيك الصحة. هذه الشبعة والله ييسر الامور ان شاء الله تفيض ان شاء الله. الله يبارك جليبة راه ب 1500 درهم وجليبة ب 1400 درهم الخوت. الله يبارك تبارك الله. عثمان خويا. تبارك الله. نعم خويا عثمان. الله يحفظك خويا. الله يعزك. الله يحفظك. لا سلعة ميسلة وغنم ديال الفقير صالح مليحة ديال تادلة غنم ديال تادلة مليحة تبارك الله. البيض المسلوق ولا لا؟ لا مليح الله يبارك. والله يسر لكم الامور. الله يعاونكم. شحال الثمن اخويا حميد؟ شحال اخويا حميد؟ 8200 1410 درهم الخوت. تادلة تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك. عارف السلعة وتديتها. لا الله يعطيك الصحة. ها؟ الله يعطيك الصحة. خرجك 83. الله يحفظك. اش كاين دار بكم ولا لا؟ السلعة ديال القيم صالح. لا مليحة هذيك كانت عندك. الله يحفظك خويا. 1410 درهم 28 وميتي. غنم كسابية ديال ورا العيد إن شاء الله. الله يسر لك خو حميد. الله يعاونك. هيا مرحبا. مرحبا. شرقاوي كيداير بخير؟ دير خو الشرقاوي. شحال الثمن خو الشرقاوي؟ شحال تباعت؟ 28 تبارك الله 28 الخوت 1400 درهم. هذيك بوحدها تاهي؟ هذيك شحال ثمنها؟ 30 1500 درهم الخوت هذه. هذه مولاي خليها ورا العيد ان شاء الله ياك. هي الله يبارك تبارك الله. نصور لكم اليوم كسابي الخوت شحال هذا بقينا صورنا لكم. الله يبارك. وهذه 28 الخوت 1400 درهم بالسبع. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. لا اغلى من قيا تبارك الله. المرق التادله ياك؟ لا عارف عارف. الله يبارك. والله يسر اخو الشرقاوي. الله يعاونك. تحيد فورتاج 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 تحيد فورتاج
هذا ب 80 هذا الربعه الخوت كره 4000 درهم كسبيه الله يبارك لاباس على وجهي صافا صافا لا شي خمسه الله يسر الامور الله يعاونكم الله يحفظك تبارك الله عليك الله يبارك شحال عمي حسن شحال الثمن شحال 32 تبارك الله 32 الخوت 1600 درهم حول يديو العيد هذو الخوت الله يبارك اليوم السلعه راه دخلت كثيره الخوت كثر يا الحولي بقى شايط عند الكساب خير موجود الخوت كلشي عيد ان شاء الله خير موجود شو اتجاه اخر الله ييسر الامور هذه شحال 15 ونص المشره 775 درهم 15 ونص الله ييسر لك تبارك الله الله يبارك الخوت ود العم شحال خويا 42 حولي يديو العيد هذا الخوت 42 2100 درهم حولي يد ملاحات مليح كاين والثمن كاين الخوت الله يبارك الله يسر ود العم هادي ود العم شحال 35 35 الخوت هادي 1750 درهم الله يبارك نمشيو لاتجاه اخر الخوت الله يسر ود العم الفقيه كي داير بخير الفقيه الله يحفظك كي داير ولد العم لاباس عليك مرحبا مرحبا نجيب لك فوقيه كاين المليح اليوم العميد كاين المليح الله يبارك الله يبارك باقي العياد ما دخلش واه الحولي الغليظ راه باقي تماك كسبه باقي ما باعوش باقي ما باعوش الحولي الغليظ باقي ما باعوش شحال الثمن انا الفقيه خير موجود خير موجود الحمد لله 27 و500 27 و500 الخوت هادو 1375 درهم الله يبارك تبارك الله جودة كاينة راه كاين المومو مسكين لا المومو المليح تبارك الله حوليات ملكات تبارك الله الله يبارك تبارك الله لا كاين المليح لا كاين المليح والله يسركم الله يعاونكم تبارك الله اللهم بارك الخوت شحال ود العم الله يبارك 36 1800 درهم الخوت 36 بارك الله الله يبارك ستة وثلاثين الخوت الله يبارك تبارك الله كدير بخير كدير ود العم لاباس عليك الله يبارك فيك مشيو لاتجاه اخر الخوت الله يدير الخير الله يسر لك ود العم هاي هي ود العم شحال شحال اخويا عبد الله 37 اخويا مصطفى 37 فرق فرقة تبارك الله الله يبارك لا كاين المليح الله يعطيك الصحة لا كاين المليح اللهم بارك هذي قلت لي شحال 37 1850 درهم الخوت 37 بارك الله الله يبارك الخوت حولي ديال العيد هذه الخوت اللهم بارك بارك الله محنية ياك الله يبارك محنية والله يسر سي عبد الله الله يحفظك خويا